إذا كان صدفوا محمد حميمس أول متسابق لدخل في المرتبة السابعة، وهذا شرف كبير بالنسبة لألعاب القوى العرائشي وكذلك ديالو العرائش. يمكن تكون كتقول على المشاركة ديالك؟ المشاركة كنشكر التظاهرة اللي كيديروها في العرائش، وكنتمناو نزيدو القدام التظاهرة ديال العرائش. شكرا. شنو هي الصعوبات اللي واجهتك أنت في السباق؟ السباق هي المسبح ما كاينش في العرائش. المسبح كانوا يعني صعوبه في السباحه، كانت سيء، التيار قوي، كان قوي، الرساكه كانت رساكه قويه بزاف. نعم. وشنو هي الصعوبه الاخرى اللي واجهتوها في الجري، يعني في البيكالا، يعني في الدراجه؟ عندنا المشاكل في نعم. اذا المسبح باقي ما تفتح، قريب يتفتح، كنتمناو باش ترفعوا من المستوى ديال المشاركه ديالكم في المستقبل.